فيكم في حلقة جديدة من حلقات خفايا بحار مسندم. عملنا في السابق 3 حلقات عن الروبيان، هذه راح تكون الحلقة الرابعة إن شاء الله. حاولنا نصور بعض أنواع الروبيان اللي ما صورناها من قبل، فراح تكون أشياء جديدة إن شاء الله. فإلى البحر. جراد البحر بالفصحى ومحليا الشارقة وفي دول الخليج العربي يسمونها أم الروبيان. يتواجد في أعماق بحار مسندم الكثير من الروبيان الصغير الناعم، فتحت الخط الأصفر هذا اللون الأخضر كله هو عبارة عن روبيان صغير ودقيق. وبتقريب الصورة إلى هذا الكائن الكبير ترى أنه مغطى بهذا النوع من الروبيان الصغير. يتواجد هذا النوع من الروبيان في فصل الشتاء وفي أعماق مختلفة، فبداية من 5 أمتار حتى يوصل إلى 30 أو 40 متر. وبالمقارنة مع الروبيان الحفار راح تلاحظوا الفرق بالحجم بين الروبيان الحفار وهذا الروبيان الذي يحوم حواليه. وتظهر سمكة الكوبي على اليمين وهذا الروبيان يحوم حواليها وهو صغير جدا. وهذا الحبار الصغير قد دفن نفسه في الرمل وعمل نفسه على شكل صخرة للتهويه، ويوجد بعض هذا الروبيان فوق هذا الحبار، وعند اقترابنا بدأ الحبار بالهروب. بالرغم من تكبير الصورة وتقريبها وتبطئة السرعة إلا وجدنا من الصعوبة إظهار صورة متكاملة لهذا النوع من الروبيان لسرعته ولصغر حجمه. روبيان المرجان الصخري وهو نادر جدا ومن الصعب رؤيته لصغر حجمه، كذلك لأنه يموه نفسه على شكل المرجان. الروبيان الصخري وهو يظهر أثناء الليل ومن الصعب رؤيته أثناء النهار. Thank you.
الملاكم أو الربيان الملاكم مسمية بهذا التسمية بسبب حركة الرأس وكأن حركة رأس ملاكم. الربيان المنظف وهو وجد مكان للعيش مع سمكة المهرج وسمي بالمنظف لأنه ينظف أي كائن أكبر عنه يأتي بالقرب منه. البابكورن أو الفراخ محليا وسمي هذا الاسم لقرب الشكل من شكل البوبكورن أو الفراخ. نشكركم على وقتكم والمتابعة للفيديو هذا، أتمنى أن عجبكم هذا الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسجل إعجابك، إذا اشترك إذا ما كنت مشترك، وكذلك وزع هذا الفيديو لأكبر شريحة حتى تتعرف على خفايا بحار مسندم، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم.